فالنهارده هنعمل وصفه لذيذه قوي، فتت بتنجان فيها عيش محمص او عيش مقلي زي ما تحبوا، شويه زيت طبعا، عندنا كمان هنا بصله، رشه جوز الطيب، وعندنا يا تمر هندي يا دبس الرمان اللي موجود عندكم، وعندنا هنا كمان صلصه طماطم، عندنا 3 4 طماطمات متقطعه مكعبات صغيره، وعندنا ربع كيلو نص كيلو حسب الطبخه قد ايه لحمه مفرومه خشنه. عندنا بقى كمان التتبيله او البدوه اللي هنعملها اللي هي بالزبادي، عندنا هنا زبادي وفي ليمون وفي طحينه وفي ثوم، وطبعا ده كله بياخد ملح وفلفل، وطبعا عندنا بتنجان، البتنجان يا اما بتقطعوه مكعبات وبتقلوه يا بتشوه زي ما تحبوا. اول حاجه هنعملها دلوقتي هناخد شويه زيت نحطهم كده هنا، طبعا ممكن تحطوا سمنه لو عايزين زي ما تحبوا. هناخد البصله اللي عندنا، عايزين نعصج اللحمه عادي زي ما بنعصج اللحمه، بس زي ما بقول لكم دي الوصفه اللحمه المفرومه مرة واحدة بس، بتبقى يعني تتفرم مرة واحدة بتبقى كتير ألذ من اللحمة الناعمة اللي هي بتاعت الكفتة. خلاص البصلة كده حلوة قوي، بنحط اللحمة نحط بقى شوية فلفل، وشوية ملح صغيرين علشان لو حابين تحطوا مكعب مرق، مش حابين يبقى خلاص حطوا ملح كويس. طيب دلوقتي عندنا هنا الطماطم المتقطعة لمكعبات صغيرة، هحطها دلوقتي مع اللحمة واخليها تدبل شوية مع اللحمة قبل ما نحط بقية المكونات اللي عندنا. هنحط بقى دلوقتي الصلصة اللي عندنا، وهنحط لها مية ونخليها تتسبك كده تسبيكة حلوة. ناخد المية ونحطها هنا ونخليها تتسبك تقريبا يعني 15 دقايق، تمام كده. برضو دبس الرمان هحطه اخر حاجة، علشان نعملها عايزين تقريبا 4 كوبايات دقيق، هنحط لهم كوباية من الطحينة، طبعا دي بتنفع لفتة الحمص، بتنفع لحاجات كتير، نحط لها الليمون والثوم، والملح، وندوق لان مفيش عيار ابدا. يعني ممكن اقول لك مثلا توميتين، انا التوميتين اللي عندي كبار جدا، تحطي انت توميتين صغيرين ما يطلعش الطعم. الزبادي ممكن يكون حامض جدا عندي، عندك مش حامض فتضطري. فدايما الليمون دايما يعني البدوة لازم من الاكلات اللي لازم ندوقها علشان نظبط الطعم. ونحطها كده هنا في النص، كده شايفين؟ يعني هي الفتة المكدوس ما بيتحطلهاش فلفل حراق، بس انا افتكر لو الوصفة دي اتحطلها فلفل حراق هيبقى طعمها لطيف.